فقره الاخبار بايطاليا بقى. انا مهتم بايطاليا لانه حاسس ان الوضع في ايطاليا في السنوات الاخيره شبه الوضع في مصر. طبعا هجوم كبير جدا 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 على كل ما له علاقه بكره القدم، على الاتحاد وعلى المنتخب وعلى سباليتي وعلى اللعيبه بعد الشيء اللي سمته صحف ايطاليا بالفشل الذريع في بطوله اليورو 2024. تعالوا نشوف لا جازيتا ديلو سبورت الايطاليه قالت ايه. علينا أن نبدأ من الصفر، سباليتي فشل وهذا فصل مظلم جديد للكرة الإيطالية. وقالت الحقيقة أنه أداء محرج جدا للمنتخب وخرج وتعرض للإذلال من دور الـ16 على يد سويسرا، أخطاء كثيرة جدا من لوتشيانو سباليتي فنية وتكتيكية، متعب ومرتبك. ده الوصف اللي اختارته لا جازيتا ديلو سبورت لأداء لوتشيانو سباليتي. كارييري ديلو سبورت الإيطالية أيضا الحقيقة اتكلمت على مخجل، أو اختارت عنوان مخجل لأداء المنتخب الإيطالي، واتكلمت على فشل سباليتي في عبور الدور الـ16 مع منتخب إيطاليا. صحيفة توتو سبورت الإيطالية عنوانها الرئيسي الفشل الوطني، درس قاسي من سويسرا وإيطاليا تخرج من دور الـ16. النظام بأكمله يحتاج، أو النظام بأكمله يحتاج إلى الإصلاح. دي كانت عناوين الصحف الإيطالية اللي شافت إنه القصة مش قصة منتخب والقصة مش قصة مدير فني، على الرغم الحقيقة من سباليتي واحد من أفضل المدير الفنيين الطليان في السنوات الأخيرة، وصعب جدا تحكم على تجربته مع منتخب إيطاليا بعد 10 شهور بس. وده اللي قاله جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي بعد ما كان في النهاردة مؤتمر صحفي جمعه بسباليتي، وقال إنه التجربة لسه في بدايتها وسباليتي من المديرين الفنيين اللي بنراهن عليهم وبنجدد الثقة فيهم، ومحتاج ياخد فترة أطول عشان نقدر نحكم على مشروع المنتخب تحت قيادته.